السلام عليكم، شلونكم؟ شلون صحتكم؟ ان شاء الله مرتاحين، ان شاء الله بخير. اليوم جبنا لكم تجربه اجتماعيه بطريقه كوميديه. اليوم راح تشوفون الغيره العراقيه على صوله. طبعا كلنا طنش لايق يسمون عادي ودفرات وبوكسيات. اهم شيء عجبكم المقطع، واذا عجبكم ننزل جزء ثاني. اكتبوا تعليقات. السلام عليكم، شلونك حبيبي؟ بس عندي طلب صغير. تفضل. بس يعني ممكن نزوجني اختك؟ اختي؟ ايه يعني على سنه طلع ورسوله جاي. انت من تعرف؟ يعني هيك عجبني انه اتقدم لكم. اتقدم تعرفني انت؟ عشان حبيبي عليك كيف عليك؟ تعرفني؟ عليك كيف لينشك؟ لا تقول لي ليش؟ مات وانا اخويا مات. تعرفني انت؟ عشان لينشك حبيبي عليك كيف؟ لا ما اعرفك يعني انت. شنو توقف لي؟ جاي اتقدم يعني ما ابي اشكي. يلا يلا. ايش تبغى؟ ما يصير ما يصير. ترى اضرب دربالك. اضرب اضرب اضرب. ايش تبغى؟ ترى ترى اضربك دربالك. ابو شنو تعرف؟ اعطيني مجال اعطيني مجال خل اضرب. اخر وجهي خلنا نزع الساعه. وخر وخر. خلنا نزع الساعه. اضرب تضربني؟ تعال اضرب تعال. وخر اضرب. ترى العب ملاكمه. هدا اوفر. شو العب ملاكمه؟ اشوف تضرب؟ اضرب بوكس ترى. يلا اوفر اوفر خي يجي. اوفر خي يجي. تضرب؟ تعال يلا تعال اضرب. اوه اوه خلي اضرب ادعوني خلي اضرب ادعوني تنشق تجربة اجتماعية حبيبي تجربة اجتماعية برد تسمع مشكور حبيبي السلام عليكم خليني خليك اتزوج زوج اختي؟ صعبة ليش؟ شلون؟ صير ها؟ صير عرفك تعرفني؟ يا رجال الرسول قال لي وما خلقناكم الا شعوبا لتعارف الله اكبر والله؟ والله تعال قرب يم التمر روح ايش تدري يمك؟ ها؟ توافق ولا لا؟ لا ما وافق والله هاي بس هاي الحكاية بعدك حبيبي ابو شباب شلونك؟ شلونك؟ ممكن طلب؟ قول يعني طلب صغير بس عليك يا بنت فعليا ايه ممكن تزوجني اختك؟ شلون؟ تزوجني اختك؟ اوقف يعني تفاهم موقف شلون؟ تزوجني اختك يعني عرفك تعرفني على سنة الله ورسوله يعني مو عرفك تعرفني بس وقف قاعد نتفاهم ننزل ايدك قاعد نتفاهم عرفك تعرفني خل اضمن الموبايل وقف ها خل اضمن الموبايل موبايل شنو خل اضمن الموبايل وقف موبايل شنو وقف عرفك تعرفني بس خل اضمن الموبايل وقف شنو تعارك يعني على سنة الله ورسوله جاي عرفك تعرفني اتقدم يا عرفك بس تعجبني شنو عجبك عجبني يا حبيبي كيفك هي؟ تلعب حديد كيفك هي؟ تراني العب حديد لا يلا يلا وريني يلا يلا بغيها طلب الطلب ليش متقبل يلا على سنة الله ورسوله سألة الشرح سألة الشرح انت مو قدها وليك يلا سألة الشرح مو قدها اوفي اوفي يمين خل اضرب اوفي خل اضرب مو قدها اوفي خل اضرب قدرت ولا لا؟ اي مدلي مدلي انت هو طلب صغير تزوجني اختك شنو؟ تزوجني اختك انت شنو؟ تعرف؟ ادعي اوفي لك لا ضربه لا ضربه لا تقبله لا تقبله لا تعال ما تقدر ما تقدر تعال 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 السلام عليكم صديقي شلونك شلون صح شلون الاحوال سؤال هل قدوته زوجتك خليني هذا زواجي اللهم صل اربع اللهم صل اربع اخوي اللهم صل اربع والله اللهم صل اربع شنو زواجي 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 زلمه قدوتك شو تسوي انت
تعال تعال بكر تعال تعال هاي شو قاعد انا وصلت اخذ راح قاعد اقعد انت قاعد هلا الزواج هلا الزواج الزواج غرابك يا مر ابع العب بالجول بكرت روح 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 حبيبي روح صار جن انك وش روحك روح والو هنا وصلنا لختام الحلقه يا ربي تعجبكم لا تنسون الدعم واللايك والسبسكرايب تعال منا ملائكه ويا ربي عجبكم التصوير اللي يطلع عبد الله يريد يطلع علاوي يريد يطلع ما يخلي ما التصوير يا عمو خلانا شعد يا ربي تعجبكم الحلقه ولا تنسون الدعم مع السلامه حلوه يلا خلص حلوه يلا شباب حلوه ايش علاوي